كتير ناس كانت تعاني من زيادة بالوزن وقدرت تغير من حالها. إذا هني قدروا أنتوا بتقدروا كمان. إيه بتقدروا. ما في شيء بيمنعكم إنكم توصلوا هدفكم، بس أعطوا الوقت والفرصة لحالكم، صدقوني رح تشوفوا نتيجة. عشان هيك رح نبلش تمارين سهلة وبسيطة بتقدروا تعملوها خلال حياتكم اليومية. تذكروا كل مرة بدكم تفتحوا فيها البراد إنكم تعملوا تمرين البوش أب، ثبتوا إيديكم على البراد وبلشوا نزلوا بوزن جسمكم ورجعوا طلعوا لفوق. أنتوا عم تفرشوا أسنانكم الصبح، خدوا هالوضعية على أي باب أو حيط لأطول وقت ممكن. انتو سهرانين بالليل على اللابتوب، فيكن تشغلوا عضلات معدتكن بمجرد انكن ترفعوا اجريكن لفوق، ثبتوهن لمدة 5 ثواني وترجعوا تعيدوا الحركة. كتير منقضي وقت على التليفون خلال يومنا، بدل ما نضلوا قاعدين طول ما انتو على التليفون خليكن عم تمشوا، هالشي رح يساعدكن انكن تحرقوا سعرات وتخسروا وزن. بس ترجعوا من الشغل وتكونوا عم تسخنوا الاكل بهالوقت لحتى يخلص الاكل، فيكن تعملوا هذا التمرين رح يساعدكن انكن تحرقوا الدهون. وهلا بدي منكن تقوموا وتتحركوا، كل واحد فيكن عنده القدرة انه يوصل لهدفه، وتذكروا انه طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة.